صباح الخير. صباح الخير. فلوجرية اثنين بنفس الشاشة، شنو هالصدفة؟ شغل عشان شو لحظة خلينا نسوي لك قدلة. لا من هاي الاي هاي الهيج جاية صفح. اي بالضبط. لحظة لحظة. هاليوم برنامجي دراسة. دراسة. عافية. خبتي بالفلوج 24 ساعة تقولين دراسة، بالحقيقة كل شيء ماكو ولا يوم شايف ايش تدرسين. شنو لحيتك؟ بليز بليز وصلوا الفلوج مالت خطوبة مياسة وفادي 5 مليون لأنه صدق هاي اللحية قامت تضوجنا. أنا هم ضوجتني بس منتظر 5 مليون. إي مصر بعدها مصر. مصر لو الجزائر. ما ندري ما علم بعد يقول شنو الأخبار شو فيهم؟ ما احنا آسفين يعني كان المفروض نولد بغير عائلة، احنا كلش آسفين. احنا ما نشبهك آسفين. تعودت؟ تم الهبوط بنجاح الحمد لله على السلامة. انتم مش شايفين قعدتنا حاليا؟ يعني على قناة مال نفر. اخ اليوم من الايام اللي انا اقعد فيها سعيد بدون اي سبب وتجيني طاقة هيك مو طبيعية، ارد افلش الدنيا دقة سرعة خف حرارة طلقة. تدرون شو يسمون كوكا كولا؟ كوكا كولا كوكا جازوزة كوكا كولا، جازوزة يعني قوطية بطل قزاز يعني. اوه هاي من تمطر هيك يصير. واهلا وسهلا، هل انتم جاهزون لجولة فلوج لؤي ساهي؟ انا جاهز وكل اللي علي هو انه ادخل هذا المفتاح بالسيارة، وكل اللي عليكم انه تسوون سبسكرايب. من امك تلف دولمه وتدخل عليها بالمطبخ. اي سمول كابتشينو لو فاطمه بليز. ثانك يو. ثانك يو سو ماتش. واو 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 ما اجمل هاي المناظر من الصبح. ولو يا صبح الساعه 2:00. منور منور المبدع. دبي حتى البنايات تحكي لك، يعني برج خليفه تقعد الصبح تفتح الشباك يقول لك حاكيني. نوب حتى القواني قامت تطق صور عائليه بالداون تاون. انا احب الابيض والازرق، كل شيء ابيض وازرق، تيشيرتي ابيض وازرق، علاقتي ابيض وازرق، كل شيء حتى المنظر اللي قدامه انا ازرق. خبيث خبيث. نوب من تمشي بدبي لازم يعني تدير بالك لان اكو خطوط مال تصوير، خطوط مال تصوير شنو هي؟ وحده واقفه مسويت لها بوز وما تعرف مين يطق لها صوره، فانت لازم تعرف مين يطق لها صوره حتى ما تمشي قدامهم، وتقدر تطق لها صوره بمنطقه مدينه بلد ثاني اصلا. حجيه راح الوقت راح الزمن، حجيه كان متزوجه وراحه وش تبدي منهم غير اشتغلوا، بس انا شورطني وقلت له طق لي صوره، ما يعرف يطق صوره ونبدا يجامل على اساس يضحك. واحد من يتربع الصوره تطلع احلى. دبي مول هشه. هاي شلون اجاوبها صاحبتي وانا الباتري مخلص وهي تكتب لي بالشهر مره، انا سوتشي سوتشي. مصطفى راح تركض على الشمال وحمزة على الجنوب، احنا لازم نلقى الحمامات بالمول، احنا راح نسوي اربع فرق، نبقى على اللاسلكيات نتصل، اوكي؟ 3-2-1. لا انتم هم تعجبكم تسوون هاي الحركة. جبنا الكاميرا، اشتريت مايكروفون جديد، اقدر اشكله على التليفون على اسجل صوتي، لان هاي الكاميرات المايكات مالتها كلش بايخه. هسه رايح البارق العزاوي نروح نتغدى ونشتغل على الفلوج. هسه لقطه رومانسيه مال الفلوج. اخ يوم جميل اليوم، يوم جميل، تمنيتكم كلكم وياي. هوليك هوليك. يا هلا بفارق الورد حبيبي. متغربين احنا متغربين. راح اسل دي 3، راح نزور متحف عرض بيلينا الايوبي، كل اعمالها جابتها من البحرين. انا متلهف لان اموت على الفنان. هاي كينيو سهله ابو اللول سهله. شلونك؟ اي لاف يو كين احبك كين كل اخواننا المغاربه على فنهم هذا المبدع اللي مفلش الساحه الفنيه. شلع قلع من فاس الى مراكش الى كازابلانكا، يعني الطيبه، يعني الشاي المغربي، يعني الحلاوه. وصلنا للديثري. شو اخبارك حجي؟ شنو بحاجيني؟ شوف هذا قاعد صفوح. وصلنا.
يوم ولا لا تعرفيني بحب يوم. صهد متكبر طبعا اول ايام كان يغني ويانا. وصلنا الى سيتيزن اي جاليري. واو شوف الالوان من برا مبينه تخبل. المبدع لينا الايوبي يعني الفن البحريني يعني المكس ما بين المانجا الياباني والفن العربي. الله بعنوان هالعيون شلون املها او يم العيون السود ما جوز العنب او اسمر والعيون وساع شتالت حلاوه من البحرين صاغه البحرين بحرين ديرت هلي. هذا تكتب بيه الشغلات الطويله وهذا تكتب بيه الشغلات القصيره. اشكرك على سيدك لينا. ايه على المراجيح عزلت شويه من الشباب جيت اجرب هذا الميكروفون اعطوني رايكم به. هسه انا دا احكي به جاي اسجل على التليفون وبعدين انقل من التليفون للفيديو واربطهم سوا. وبنفس الوقت جيت اسالكم سؤال. سؤالي اليوم لكم هو انتم منو؟ انتم منو بالمجتمع؟ هل انتم فاتحين هذا الفيديو لان ما عندكم شغل وعمل؟ او هل انتم عندكم شغل وعمل بس منظمين وقتكم وتقدرون شويه تاخذون استراحه عم تلمون افكار او ممكن سعاده او مشاهد تطلعكم شويه من روتينكم؟ من انتم؟ انتم تتخرجون وما تلقون شغل تتكئبون وتضجون؟ لو من ما تلقون شغل تبدون تفكرون تقولون خلي ابني الشغل مالتي حتى اذا ما موجود. هل انتم تبنون اسباب واعذار لفشلكم؟ او هل تتعلمون من فشلكم وتاخذون هاي الطاقه على مود ما تكررون هاي الاخطاء اللي سويتوها؟ هل انتم ناسين انه الحياه لها نهايه؟ وانتم وجودكم بهذا الكون ممكن ينتهي باي لحظه؟ او هل انتم من دون الصبح تعرفون انكم محظوظين بوجودكم بين البشر؟ وتعرفون انه عندكم مهمة على هاي الارض انه تخلقون اي شيء نجاح تاريخ صوت الاشياء الاساسية اللي تخلي الناس ما تنساكم من ترحون. انتم من تشوفون ناس ابدع من عندكم بداخلكم شو تقولون؟ هذا احسن من عندي؟ لو اريد اصير احسن من عنده شنو طموحكم؟ شنو طاقتكم؟ شنو اجوبتكم للاسئلة السلبية؟ شنو المغامرات اللي بعدكم ما محققيها؟ انتم منو؟ شنو وجودكم بالمجتمع؟ هل النجاح بالنسبة لكم هي درجة تصعدكم المستوى الفوق؟ او هل النجاح بالنسبة لكم هو شيء تفلشون بالدنيا وتخلون الناس تحشي به؟ هل اختياراتكم بالحياة انتم متخذيها؟ لو المجتمع متخذها بمكانكم انتم منو؟ ايش ده تسوون؟ عرفوا انتم وين؟ وين رايحين؟ شو تردون تسوون؟ كل يوم سألوا نفسكم هذا السؤال انتم منو؟ انا اعرف انتم منو؟ اقرأ تعليقاتكم. هو ما عندكم مبدعين؟ هو ما عندكم على الطريق للوصول الى الابداع؟ هو ما عندكم يردون يصيرون مبدعين بس ما عندهم الادوات اللي تسمح لهم بس جاي يحاولون وهذا الشيء صحيح وراح توصلون الابداع؟ هو ما عندكم ما عندهم طموح؟ هذا الشيء غلط. هو ما عندكم فارغين وهذا الشيء راح يضيعكم؟ بس اذا واحد سمع من الثاني والفاشل تعلم من المبدع والمبدع تعلم من فشل الفاشل فاحنا كلنا راح نتقدم سوا. انتم منو؟ ايش طالع فوف العلم؟ فوف كيكه يعني بقي شويه لاصحابك. اصحابي من ابو الحب طيبين تستاهل احلى منها حبيبي تستاهل طشت ليفه دا يغسل ليفه يا اخي وجهك يعني ابد مو سينمائي بس يدخل بفلوج. تتذكر هاي النظاره اشتريناها سويه فهد جاي طق النظاره الجديده مبروك حبيبي طبعا اشترى النظاره ساعة دينق الا نطق صورة لنظارة زين انت خلاص اشتريتها نظارة جديدة يعني انت اشتريتها الا تطق لها صورة احب لولا احب لولا قال وبدلة ترخى لي دوخة كنت دوخة الحب طير بكشخة لا تعاند ويانا تسوي شاي وبدون ما تقول لنا شاخوي والله افتح لنا افتح لنا الهلو اشتغل يطبخ ينظف اي وكل شيء ماكو شنو كل شيء ماكو لك انت الكل بالكل صدق كذا الكل بالكل قاعدين هاي حطت ايدك تقول عندهم مهمه ده يبنون جسر مال حاب يلا يا عرب حلوه شباب عليهم السود الرافدين ونقول مبروك للمنتخب السعودي ونقول للمنتخب العراقي ايش تسوي يعني حاولتوا ابطال هاي بعد شو هاي الواعي ما نقدر نكون بكل شيء مبدعين يعني حتى بالاكل وحتى على الملعب خلي خلونا الكباب والباقي على الله يجي يوم نرجع يجي يوم
يجي يوم يجي يوم بعد ما نشر ملابس. من تتزوج غير؟ لا غير. راح اعطيك فرصة ثانية تهوس. يلا تميزين قاع لو تدمج عارق. يلا بشي. خسرنا اليوم مباراة بس احنا يا زمن احنا كاسبين وفايزين. شوفتكم الله مبروك الله حبيبي حبيبي. يلا هذا البلوك. لا بعد شوية بعد شوية. بدي شوية راح تخلصه. زين هذا البلوك راح ينتهي هسه بالنسبة لي. لا لا انتظر كم ثانية هسه ننهي بس ثواني. احسب ثلاثة واحد ثلاثة وهذا البلوك راح ينتهي هسه.